هي أول رحلة لنقل الحجاج الميامين من الجزائر العاصمة إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 2018. احنا راه الدولة قايمتنا ورانا لاباس علينا ورانا يعني الحمد لله رانا الحمد لله ربي إن شاء الله نروحوا في الصحة والعافية ونجوا لوليداتنا. الله يحفظ بلادنا ويحفظ رجالنا ويسترنا إن شاء الله من الدنيا والآخرة. كان غير يزيدونا أعوان يعاونوا الكبار في الباكاج تاعهم هذا بكشان. الترتيبات التنظيمية اللازمة المتعلقة بالتكفل الصحي والإقامي بالحجاج الجزائريين تم ضبطها من أجل السير الجيد للعملية. كان كل قطاع عمله الذي يتدخل فيه لتذليل الصعاب، فلقد بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بعث مسار جديد وهو التسجيل الإلكتروني والقرعة المبكرة. جهود كثيرة بذلت من أجل تحسيس وتعليم وتكوين الحجاج. تم تخفيض مدة إقامة حجاج الجزائر التي كادت تفوق 40 يوما. تأطير ورحلات لموسم الحج لسنة 2018 والذي يمس 37,000 حاج ستتم عبر 120 رحلة، وتشمل العملية 5 مطارات كبرى هي العاصمة، وهران، عنابة، ورقلة وقسنطينة. هذا العام شركة الخطوط نتاع بلادنا قررت ما تكريش طيارات أخرين، ما يديروش لافريتمو، واعتمدت على إمكانياتنا الخاصة، وذلك بفضل تجند عمال وعاملات وتقنيي شركة الخطوط الجوية الجزائرية. تكون 120 رحلة، 64 رحلة من طرف خطوط الجوية الجزائرية و56 رحلة من طرف شركة الخطوط السعودية وشركة فلايناس. هذا وستتواصل هذه الرحلات الجوية تباعا إلى غاية منتصف شهر أوت